السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. حنا دابا كنتواجدوا عند أحد أبطال جمعية سيدي معروف الأبطال والطونديم شادي إشملي ضمن مسابقة ناحية مدينة الصويرة، والأبطال ديالنا كيعنوا بالأوائل سواء بالجمعية سيدي معروف وأيضا داخل عصبة الدار البيضاء الكبرى. وتحضر معنا هنا رئيس عصبه الدار البيضاء السيد عبد العزيز وعدي الدالي كيحضر هنا معنا في عمليه الكونترول، ونشوفوا الابطال ديال الاخ شادي كيفاش شات المسابقه وكيفاش كان الاعلان ديالكم في هذه المسابقه. الاخ شادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وتلقات كيف ما شاهد الجميع كانت اجواء شويه صعبه، ولكن الحمد لله تلقات الحمام وقعت الحمام. وكنشكروا الناس ديال كيساسوا الناس ديال الجمعيه ديال سيدي معروف والناس ديال العصبه اللي خداو هاد لا ديسيزيون وهاد القرار شجاع باش يبدلوا بوان دلاش، حيت في الاول سيتي بريفي باش يديروا طلقه ديال الارغانه وفي الاخر بدلوا البوان دلاش. دونك داروا على حسب الظروف المناخيه يا دونك استقات مزيانه الحمد لله. فاش كيكون داكشي ماشي هو هذاك راه كلشي كيخرج وكيقول بان الامور راه ماشي هذيك، ولكن فاش كيكون الامور مزيانه خاصنا نقولوها ثاني انه كاين واحد الخدمه وكاين. وكنشكروا الناس ديال العصبه على القرار الشجاع اللي خداو. وبالنسبه للديكلاراسيون ديالنا حنا كانت مزيانه، واخا ما شفناش الحمامه فاش جات لقيناها فوق السجنه، مي بون ما دارتش روطار دخلات ما دارتش روطار. دور معها جات كونستاتات اللي هي هذه كيف ما كتشاهد معنا. كما كتشاهدوا الاخوان هذه الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا الطونديم شادي اشملي عن جمعية سيدي معروف، وربما تكون أول إعلان في جمعية سيدي معروف، اللهم بارك وزيد في ذلك. وشوفوا الأخ الطونديم ديالو الأخ إشملي كيفاش كان الشعور ديالو وأنتم كتفوزون به الأوائل داخل جمعية سيدي معروف. السلام عليكم. كنشكروك الأخ بالعيد على الزيارة، وكنشكرو الرئيس ديالنا السي عزيز وعدي الدان اللي كي صراحة كيدير مع الحمام مجهودات كثيرة وعطى الحمام بزاف د الحوايج، وكنشوفوه كيفاش كيخدم مع الحمام وكيفاش كيضرب تمارة. وأخويا بالعيد الشعور ديالنا راه شعور ديال أي مولوع كيحس بالفرحة، وهاد الحمامات إن شاء الله هاد لالينا هاد اللي دخلنا كاع ليلي إن شاء الله راه فرحونا. تقريبا راه الحمام كله اللي لاعبين به حمام كله ضارب، كايناش شي حمامة ما ضارباش بالنسبة لليلين ديال الفيتاس. بالنسبة أخويا لليلين ديال المسافة راه حيدنا هاديك لالين درنا اختصاص ديال الفيتاس دومي فو، والله يسخر الجميع. وهذه الحمامه الثانيه هي الاخ هذه الحمامه الثانيه. بالنسبه لهذا بالنسبه لهذا الحمامه هذا عنده دار من كلاسي 13 بواحد الطلقه ام كلاسي 12 ومعاود هاد الطلقه من كلاسي بروميان ودار في العصبه، وهاد النشوه هادي حتى هي من كلاسي 6 ومعاوده عاوتاني من كلاسي 12 وضاربه في العصبه، وهاد السيمانه هادي حتى هي ضاربه كان حاضر من السلاله الام ديالها. هذه الحمامه الثانيه هذه الحمامه الثانيه هذا ذكر هذا نبداو بالحمامه الاولى. الحمامه الاولى 100% ليو هيرمس لالين ديال موريس فان دير كروك، تم الشناء ديالو من عند الصديق ديالنا طارق الحكيم كنشكروه حتى هو من هذا المنبر. وهذه الحمامه هذه اخويا امها كيسبوسوا ليو هيرمس وباها فيه لي دوك ليسنز لالين ديال سوبر كراك والسوبر فيديتش، وفيها لالين ديال 003 من امها وباها، عاوتاني فيه لالين ديال لومباسادور. بارك الله عليك اخويا مروز مرك حافظ ما بيديكري حافظ بارك الله عليك ما عادي ما نقول. وهاد الحمامه الثالثه اللي شادها الرئيس ديالنا عزيز وعدي الدان، هادي لالين ديال الاب ديالها سامسون ولالين ديال الام ديالها رودي دياز. بارك الله الله يسخر لكم. امين اخويا بارك الله عليكم. نشكروك على الزياره اخويا بالعيد وسمح لينا بزاف. الله يا ودي. ودابا غادي ناخذ الكلمه عند رئيس عصبه الدار البيضاء الكبرى الرئيس عبد العزيز وعدي الدان الادريسي، وايضا رئيس جمعيه سيدي معروف الاخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ بالعيد كنشكروك على الزياره ديالك الابطال ديالنا جمعيه سيدي معروف، لان بصفتي رئيسا لجمعيه سيدي معروف هذا الشاش كنتواجد دابا حاليا هنا، لان الابطال ديالنا تبارك الله طونديم اشملي مروان الحمد لله ملي بداو معنا هما كيحققوا نتائج جيده من المراتب الاولى والثانيه والثالثه ضمن السباق ديال الجمعيه ديال سيدي معروف. والاسبوع اللي داز راه كانوا كلاسا دوزيام في السباق ديال ايمن تانوت، وكذلك حصلوا على المرتبه 23 في العصبه ب 19500 حمامه تبارك الله. دونك هذا الاسبوع هذا كذلك هما مكلاسين تقريبا بحمامتين او ثلاث حمامات ضمن خمس حمامات يعني في ضمن الاوائل الجمعيه، وكذلك يقدر يكون عندهم جوج ديال الحمامات ولا هذا في الريزولتا ديال العصبه تبارك الله. هذا دليل على ان راه المنافسه شرسه
نيفو ديال الجمعيه ديال سيدي معروف وعندها تبارك الله ابطال ديالها اللي كيحققوا انجازات. واحد لابيتاس اللي هي مزيانه من ضمنهم العديد ديال الابطال ان شاء الله لا قسم الله غنتمكنوا نزوروا منهم واحد جوج ولا ثلاثه وسباق اخر ان شاء الله غادي نزوروهم. من هذا المنبر كنحيي الابطال على المجهودات الجباره اللي كيديروا، لان الناس دابا حاليا بتحسين النسل وتحسين السلاله هما تبارك الله صافي دو زون دابا هما خدامين باش يوصلوا لهاد النتيجه هادي. دونك ناس اللي كيستاهلوا التشجيع على المثابره ديالهم وكيستاهلوا اننا ننوهوا بهم واننا ندعموهم الى غايه انهم يوصلوا لهذاك المبتغى اللي باغيين. راه تبارك الله كيبقاو ابطال، الله يسخر لهم والله يوفقهم في السباقات الجايه ان شاء الله. ولا اخ عزيز كيفاش كتشوف الابطال ديالنا داخل جمعيه سيدي معروف الاخلاق و لا واش غادي نقول لك الاخ شادي تبارك الله نعم التربيه ونعم الاخلاق ونعم هذا يعني ما عندي ما غادي نقول فيه يعني صراحه يسالك المستوى. احنا كبرنا في الجمعيه الدوليه كبرنا في الجمعيه ديال سيدي معروف وتعرفوا معنا كذلك الاخ مروان هو راه تبارك الله بدا معنا حتى هويا بحال بحال ولدنا راه ماشي زعما والله يكمل عليهم بخير وهادشي اللي غادي نقول والله يسخر الجميع الاخ شادي والاخ مروان نشكرك اخويا بلاي تاتا على الزياره بغينا نعرفوا شحال من حمامه ديتو وشحال بقات خويا دينا 26 حمامه دخلات 25 مالوغوزمون جات لنا واحد الحمامه اللي زوينه كنا لاعبين بها مزيان ما جاتش ضاربه شي الحمد لله هنا تيبيك بين المسابقه ناجحه حنا ملي الحمد لله ما كيمشيش الحمام حتى الظروف اللي كيمشي فيها الحمام مزيانه حتى عزيز وعدي الدان صراحه انا كنحضر ليه بالليل راه كاين واحد شويه ديال التطور في الجمعيه ياك كي ضرب تما هذا السيد هذا صراحه انا كنحضر ليه ديما بحال قلتي كينهوه في الجمعيه ريكيلي ديما ديما كيضرب تما راه صراحه تقول كنبقى معاه حتى الليل انا كنشوفو كلمة الحق قلنا ليه موراه وفوجو وفاش غادي يكون داكشي ما مزيانش راه غادي نقولو راه داكشي اللي كاين بالنسبة للبريباراسيون ديالكم في الأسبوع البريباراسيون حنا ملي كنفيقو في الصباح حنا مع الحمام الخدمة مبقيناش كنمشيو لها ملي بداو نطلق باش يعرفوها الناس كتريحوا الشهور وكتخدموا الشهور الناس تيقول لك سكري ما كاين لا سكري لا والو ما خصكش تخدم معاه السكري هو الحمام كاين شي سكري اخويا بالعيد خصك تعطي يعطيك الراس الراس انا ما كانش عندك الراس ما كاين والو السكري هو الحمام لكل المجتهدين نصيب نصيب ماشي غير اونيفو ديال الولاعه اي انسان كيخدم راه ضروري ما يحصد العمل ديالو بالخصوص هذه مساله عاديه بالخصوص اخويا بالعيد والله الا فد بيجون فواياجور لاحظت واحد الحاجه ما كاينش السكري السكري هو الحمام هو الحمام واحد لالين ديال واحد اختصاص وتخدم معاه في هذيك المسافه ديالها غيجيب الله تيسر واش اللي كاين اخر كلمه بالنسبه لكم شي تحيه غادي تخدموا الاخوان في المغرب او خارج المغرب وتحيه لعبد القادر بنيوي وتحيه للاخ كولام وتحيه لجميع الاصدقاء ديالنا واللي ما نسيناش يسمح لينا واكبر تحيه هي السيد عزيز رئيس الجمعيه عزيز وعدي الدان اخ شادي طوندي ديالي تحيه لاي واحد تيعرف سعيد شادي من قريب ومن بعيد دابا غادي نقول السميات غادي نقدر ربما تنسى شي واحد المهم الصديق ديالنا طارق طارق الحكيم اللي بدون استثناء صراحه بريسك الاكثريه الحمام اللي عندنا اختينا الصديق ديالنا هو كريم كيوفر لنا الادويه والماكله اخوان كاملين عادل وهادشي اللي كاين الاخوان كما شاهدتوا معنا هنا عمليه الكونترول ضمن جمعيه سيدي معروف وضمن مسابقة ناحية مدينة الصويرة وتحت لواء عصبة الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق وهادشي اللي كان الاخوان تحية لجميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا الفيديو تحية شكر وتقدير للجنود الخفاء اللي كيبارطيو الفيديو عبر اليوتيوب عبر قناة بالعيد منتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى وبهذا الفيديو نستودعكم الله وبأمل لقاكم بكم مرة أخرى ومع بطل آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.